أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة التصعيد الأخير من تحالف الانقلاب وقيامهم بإعلان تشكيل حكومة وأثر ذلك على مسار العملية السياسية. إذن تصعيد جديد تعلنه الميليشيا بتشكيل حكومة أحادية، الأمر الذي من شأنه القضاء نهائيا على تحركات المبعوث الأممي بشأن العودة للمسار السياسي. التصعيد لاقى حملة استنكار واسعة، حيث اعتبرت الحكومة وعلى لسان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي تشكيل الانقلابين للحكومة بالاستخفاف بالشعب اليمني والمجتمع الدولي والجهود الأممية الرامية للسلام، واصفا الحكومة المشكلة بالمولود الميت. كذلك الأمر كان بالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية، حيث اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية التصعيد من قبل الانقلابين بأنه مناف لجهود السلام. أما مجلس التعاون الخليجي فقد أكد أنه يدرس خيار إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قائمة الجماعات الإرهابية. من ناحيته السفير البريطاني إدموند براون أكد أن هذه الخطوة غير مقبولة وأنها ستأخذ اليمن بعيدا عن السلام. تداعية هذا التصعيد على فرص السلام في اليمن سيكون موضوع نقاشنا في حلقة هذا المساء من زوايا الحدث من خلال محورين: ما أثر هذا التصعيد على المسار السياسي وفرص السلام، وكيف سيكون الرد من قبل المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية والدولية الراعية للتسوية السياسية في اليمن بردهم على هذا التصعيد المعلن من قبل الميليشيا. قبل البدء في مناقشة موضوع هذه الحلقة نتابع هذا التقرير. لم يدم تفاؤل المبعوث الأممي إلى اليمن بإحلال السلام قبل نهاية العام أكثر من 72 ساعة، حتى تلقت جهوده ضربة جديدة بإعلان تحالف صالح والحوثي عن حكومتهم في صنعاء. تشكيل الحكومة الجديدة هو مأزق آخر يدفع بالجماعة الإنقلابية إلى محو مسارات الطريق أمام أي خطوة للسلام، فالعراقيل التي يرتكبها تحالف صالح والحوثي لا تسرع من الدفع نحو إيجاد أي مخارج لإيقاف الحرب، بل تعمق الصراع. منذ إسقاط العاصمة صنعاء والاستيلاء على مؤسسة الدولة، اعتادت الجماعة الإنقلابية على إطلاق مسميات لكيانات ميليشياوية وسياسية تناسب طموحها بالسلطة، فمن تشكيل لجنة ثورية إلى الإعلان الدستوري ومن ثم إلى المجلس السياسي. واليوم تعلن الجماعة الإنقلابية حكومة أسمتها بحكومة الإنقاذ الوطني، الحكومة التي تشكلت من 42 وزيرا سمتها الأبرز وجوه تقليدية من خصوم مرحلة التغيير الذين أوصلوا البلاد إلى حالة الحرب وأثارت ردود أفعال متعددة. ففي بيان للرئاسة اليمنية قالت إن الخطوات التي أقدمت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع بتشكيل حكومة في صنعاء هو تأكيد جديد للعالم أن هذه القوى الإنقلابية تعزز من نهجها الإنقلابي. من جانبه يذهب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أنه من سيعترف بالحكومة الإنقلابية فهو داعم للتمرد. إذن من الواضح أن الجماعة الإنقلابية تنفق أغلب أوقاتها لمحاربة جهود السلام الممكنة والقفز بالأزمة إلى الخلف، مكرسة فكرة أن الصراع بين الإنقلاب والشرعية هو أساسا الصراع بين الدولة واللا دولة المرتبط بذهنية صالح، الرجل الذي سيظل يزهق كل فكرة أيضا كانت مرتبطة بالخروج ضد نظامه. نبدأ بمناقشة إذن موضوع هذه الحلقة مع المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل، ينضم إلينا من القاهرة. أهلا بك أستاذ عبد الله. أهلا أخي، مرحبا بك أستاذ عبد الله. بداية، قراءتك لهذا التصعيد وإذا كان له من تأثير على مسارات السلام الممكنة. يعني أولا وابتداء، يعني هذه يعني هي خطوة عدمية بالتأكيد، هي منعدمة دستوريا، هي منعدمة قانونيا. أعتقد أيضا أنها ستلاقي كثير من الاستنكار خارجيا، وهذا ما بدأ واضحا في بيان قوي جدا صدر عن الجامعة الدول العربية، أوضح فيها ما ذكرناه في أن هذه الخطوة هي خطوة ليس لها أي معنى، إلا أنها تشير فقط إلى عدم تجاوب هؤلاء أو رغبتهم في التحول إلى أي مسار سياسي يمكن أن يفضي إلى الانتهاء من الحرب. داخليا هذه الخطوة هي هروب إلى الأمام من قبل تحالف الانقلاب الحوثي صالح، هي محاولة أيضا إرسال رسالة أنهم ما زالوا موجودين على الأرض، مع أن هذا الأمر طبعا غير صحيح. هي أيضا من ناحية أخرى نتيجة لكثير من الرسائل السلبية التي
أرسلها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي والأمم المتحدة للأسف الشديد إلى الحوثيين، جعلتهم وصالح أيضا جعلتهم يراوغون، جعلتهم يعني يتشجعون على اتخاذ مثل هذه الخطوات. لم نرى في إعلان المجلس السياسي السابق أي موقف واضح أو إعلان من قبل الأمم المتحدة يدين هذه العملية، وبالتالي هم يرون أنهم يشتغلون في فراغ من الضغوط الدولية، هم يشتغلون خارج إطار الضغوط التي تتوجه إلى الحكومة الشرعية وإلى التحالف. من ناحية أخرى أيضا هنالك إشكالية في أداء الحكومة الشرعية للأسف الشديد، هي الحكومة تتأخر في اتخاذ القرارات، في اتخاذ قرارات الحسم العسكري والسياسي والاقتصادي والأمني، وبالتالي أعتقد أن يعني من الناحية الدستورية والفعلية هي ليست خطوة ذات أهمية، لكنها على الأقل في حدها الأدنى والأقصى هي رسالة واضحة تنسف جهود السلام، وتضع المبعوث الأممي يعني في موقف صعب، في موقف صعب للمرة الرابعة أو الخامسة يضعه الحوثيون، ولكن لا أعتقد أنه سيكون له أي موقف أكثر من ربما من تنديد بسيط أو إشارة بسيطة إلى عدم يعني الذهاب في خطوات منفردة كما يسميها، لكن لا أعتقد أنه سيكون له موقف واضح يحدد فيه أن هذه خطوة من خطوات عرقلت الجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن. طيب، نشرك معنا أيضا في النقاش الأستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، انضم إلينا من عمان في الأردن. أستاذ عبد الناصر، بالنسبة لك هذه الخطوة كيف تبدو؟ الأستاذ عبد الله إسماعيل يراها بالعدمية، أيضا عبد الملك المخلافي وزير الخارجية وصفها بالمولود الميت. مساء الخير وتحية لك وللأخ عبد الله. يعني الخطوة هي خطوة تصعيدية من ناحية الحوثيين وصالح، خاصة وأنها أتت في ظل الحديث عن خارطة ولد الشيخ الذي هم مبدئيا قبلوا بها، ولكن الآن بهذه الخطوة التصعيدية ينسفوا كل موافقتهم السابقة على هذه الخطة، كون الخطة تستدعي عدم اتخاذ أي طرف للتصعيد واتخاذ قرارات من جانب واحد. في نفس الوقت تشكيل الحكومة له أبعاد داخلية تتعلق بالعلاقة بين صالح والحوثيين أكثر من كونها موجهة للخارج، لخارج هذا إطار هذا التحالف. نعرف أن المجلس السياسي والحكومة التي انبثقت عنه هي محاولات أهداف صالح من ورائها، محاولة من قبله لاستعادة وجوده في السلطة بعد أن تم تغييبه واحتكر الحوثيون خلال الفترة الماضية السلطة ومؤسسات الدولة. الحوثيين من جانبهم يريدوا من خلال المجلس السياسي ومن خلال الحكومة عمل شرعنة انقلابهم، غسيل لانقلابهم من خلال إعطاء صبغة ما عبر البرلمان للحكومة، ولكن من الناحية الدستورية والقانونية لا يمكنهم أن يؤسسوا أي شكل من الأشكال التأسيس القانوني الشرعي، لأن طيب أستاذ عبد الناصر، أن تنظر إلى أن الإقدام على هذه الخطوة هو يصب في مصلحة صالح ربما أكثر من الحوثيين، كيف يمكن لصالح أن يستفيد من هذه الخطوة وما زالت هناك ما توصف باللجنة الثورية العليا المشرفة على كل مفاصل وأجهزة الدولة في المناطق الخاضعة على لسيطرتهم حتى الآن؟ طبعا هذا هو التحدي الرئيسي. منذ البداية كان واضح أن أهداف صالح واضحة من المجلس السياسي ومن الحكومة أكثر من الحوثيين. الحوثيين ولهذا السبب تأخر إعلان الحكومة، كان يفترض أن تشكل الحكومة بعد تشكيل المجلس السياسي مباشرة، ولكن تأخرت، ويشير هذا التأخر إلى أن الحوثيين لا يريدوا أن يتخلوا عن السلطة وأن يتراجعوا خطوة للخلف، ولهذا الحكومة الحالية هي أمام تحدي كبير. حكومتك أقصد هذه الحكومة التي أعلنت في صنعاء أن الحوثيين، وهذا ما نتوقعه، لن يسلموا السلطة للوزراء وللأجهزة التي أعلنت
بعد أن أصبحوا عمليا هم مسيطرين عبر لجانهم الثورية وعبر مؤسساتهم وعبر أسلوبهم الأمني المباشر في إدارة الدولة. لهذا الآن إن استطاع صالح أن يحيد أن يضعف اللجان الثورية وهذا أمر مشكوك فيه، في هذه الحالة يكون قد فعلا حقق اختراق ما واستعاد جزء من السلطة. إن لم يستطع سيظهر الخلاف بشكل أكثر وضوحا بين الحوثيين وبين صالح. ولهذا أنا أقول أن هذه الحكومة التي أعلنت في صنعاء الهدف منها هي ترتيب الوضع الداخلي فيما يتعلق بالحوثي وصالح أكثر من كونها موجهة للخارج. لهذا السبب من ناحية القانونية لن تحصل على أي شرعية، لن تحصل على اعتراف خارجي، أيضا تواجه مشكلة رئيسية وهي مشكلة الموارد، ليس لديها موارد. لو افترضنا بأن هذه الحكومة قادرة بأن تسير الدولة بنفقات ولو حتى بالحدود الدنيا، ولو حتى ب50% على ما كانت عليه ميزانية الدولة ونفقات الدولة في عام 2014، لكن نعرف أن الموارد المتاحة لهذه الحكومة لا تتجاوز 10% تقريبا في أفضل الأحوال، وبالتالي هناك مشكلة مالية شديدة لهذه الحكومة ستواجهها كان مثل ما واجهها الحوثيون تحت اسم اللجان الثورية، ستواجهها هذه الحكومة. هم قد يكونوا مدركين لهذه الصعوبة لكنهم ربما غير مكترثين بها. أعود للأستاذ عبد الله إسماعيل في القاهرة مرة أخرى. أستاذ عبد الله، قلت أنا ربما حالة القصور الموجودة في أداء الحكومة الشرعية وعدم حسمها في الكثير من الملفات والمواضيع ربما لذلك كان تأثير للتشجيع الميليشيا على اتخاذ هذه الخطوة. هل الحكومة الشرعية والرئيس هادي كان بيدهم اتخاذ القرارات وهم قادرين على اتخاذ هذه القرارات ولم يتخذوها لأن لديهم هناك شركاء آخرين في التحالف العربي؟ يعني في كل الأحوال ما هو ظاهر وواضح أنهم قادرين، وإلا فلماذا لم يتحدثوا أنهم غير قادرين؟ على الأقل هنالك ملفات كان من الممكن تحريكها الاهتمام بها، ولو يعني هنالك نجاحات نسبية عندما تحركت الحكومة مثلا في موضوع مرتبات العاملين في السلك العسكري كان هنالك نجاحات إلى حد ما، ربما نشهد يعني انفراج عليها يعني في قادم الأيام. هنالك ملفات أيضا موضوع العودة إلى الداخل اليمني إلى داخل المناطق المحررة، هذا سؤال كبير يعني الجميع يتساءل، ومشكلتنا مع الحكومة الشرعية أنها غير واضحة، ليس هنالك شفافية في طرح الإشكالات في طرح المعوقات. ما هو المانع أن تعود الحكومة إلى الداخل؟ هو فعلا أستاذ عبد الله النجاحات الحكومة تظل تصريحات إعلامية فقط حتى الآن، حتى موضوع الحكومة والغموض الذي تقول نحن نعاني منه في وسائل الإعلام ربما لا تفاعل ولا تواصل من قبل مسؤولي الحكومة للتوضيح للرأي العام من خلال وسائل الإعلام سواء المحلية، وبالتأكيد المحليهم ربما يتفاعلون أكثر مع القنوات العربية. طيب ننتقل إلى موضوع آخر، قلت أن هذه الخطوة ربما تنسف كل مسارات السلام المتاحة والممكنة الآن، المجتمع الدولي كيف سيتعامل معها وما مصير تفاؤل ولد الشيخ الذي كان حاضر بقوة في مؤتمر صحفي عقده ربما في مسقط؟ يعني سؤال التفاؤل الذي يعيشه ولد الشيخ هو ليس جديد، يعني ليس وليد الأمس ولا هذا الأسبوع، يعني ولد الشيخ يتفاؤل منذ أو فشل أول جولة للمشاورات في جنيف، ونحن نذكر نتذكر دائما أنها فشلت جنيف وبييل فشلا ذريعا، ولكن الرجل خرج بتصريحات تؤكد أن الحل القضية اليمنية على قاب قوس، يعني في قاب قوسين أو أدنى. في الكويت كان الرجل متفائلا مع أنه قدم رؤية وافق عليها الحكومة ورفضها الانقلابيون رفضا كاملا، والرجل يعني بشر بأن هنالك عودة يعني بعد أسابيع أو أسبوع للمشاورات. الرجل يتحرك في إطار تمنيات، في إطار محاولة لإحداث أي انتصار حتى لو كان معنويا. الرجل يبدو أنه يعني للأسف يعني نحن عندما نتحدث عن المبعوث الأممي نحن نتحدث عن منظومة، يعني ليس شخص، لأن الشخص في كل الأحوال هو انعكاس للمنظومة التي يمثلها، للمنظمة التي يمثلها الأمم المتحدة، والأمم المتحدة للأسف هي أيضا انعكاس للاعبين الدوليين المهمين، ومنهم على الرأس من ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهبت إلى مسقط ليجلس يعني وزير خارجيتها مع جماعة متمردة لأكثر من 7 ساعات
ليقنعهم بالتوقيع يعني تحت شروط لا أحد يعرفها، ثم خرج بذلك التصريح المعروف، التصريح الغريب الذي لم يراعي حتى الحصافة الدبلوماسية، لم يتصل بأحد لا بالتحالف ولا بالحكومة الشرعية، ثم أعلن أن الحل الأزمة سيكون قريبا وتشكيل حكومة ووقف إطلاق نار. يعني نحن نعيش في ظل انتهازية دولية، لنكن واقعيين بشكل واضح. أنا لا أعول على ردود الأفعال الدولية، أنا أعول على ردود الأفعال اليمنية، على ردود الأفعال الحكومة الشرعية. هناك فرصة كبيرة الآن، هناك مبرر أخلاقي. الحوثيون يعلنون وصالح يعلنون بهذا التشكيل أنهم ليسوا معنيين بخطط السلام ولا بأي دعوات للسلام. على الحكومة اليمنية أن توضح هذا للعالم وأن تتجه للحسم العسكري والسياسي والأمني والاقتصادي، أن تعود إلى الداخل، أن تحدث فرقا خلال وقت ربما لا يعني فرصة زمنية لا أعتقد أنها ستحصل على مثلها، حتى تتغير هنالك مواقف إدارة الإدارة الأمريكية ستتغير، لا أحد يعلم ما هي المواقف التي ستأتي. هنالك فرصة مهمة، أنا أعول على رد الفعل الحكومة الشرعية، ما هو موقفها من هذا الذي حصل، ما كيف ستتحرك على الأرض، هل ستعود بشكل صحيح وحقيقي إلى الداخل، هل ستغير بإمكانيتها، بإمكانها أن تغير أمنيا، بإمكانها أن تغير اقتصاديا، لديها ظهير خليجي ولديها ظهير دولي ولديها ظهير شعبي، يجب عليها أن تتحرك لإحداث يعني تغيير حقيقي في الملفات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، عليها أن تحرر تعز، أن تضغط باتجاه تحرير تعز. هذه ستكون بالفعل يعني المنعطف الذي يمكن أن يجبر الانقلابيين على العودة خطوات إلى الخلف وأن يقبلوا بأي مسار للتسوية. طيب أعود للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، إذن هذه الخطوة تنسف كل مسارات التسوية والحلول المنتظرة والمرتقبة، هل يمكن هذا التصعيد أن يشكل ضغط على الانقلابيين أم سيذهب الضغط باتجاه عكسي نحو حكومة الرئيس هادي وتحديدا من قبل المجتمع الدولي؟ يعني قبل إعلان هذه الحكومة كان الضغط موجه بشكل أكبر للرئيس هادي وحكومته الذي رفضوا التعاطي مع خارطة ولد الشيخ. الآن يظهر الحوثيون وصالح بأنهم بهذه الخطوة صعدوا وبأنهم نسفوا الجهود، وفي هذه الحالة هذه الخطوة تأتي لصالح الحكومة الشرعية، ولكن طبعا كيف ستستثمرها هذا هو السؤال المهم. يعني هل ستستثمرها بأن ترسخ واقع جديد على الأرض؟ أنا أشك في ذلك. ترسيخ واقع جديد بمعنى تحقيق انتصارات عسكرية، لا أعتقد بأن الحكومة الحالية بأدائها وبأجندتها الخفية والواضحة قادرة على أن تحدث مثل هذه الاختراقات العسكرية. هل ستعمل على تعزيز صورتها ومكانتها لدى الشعب اليمني وتحديدا في قضية تسليم الرواتب والجميع الموظفية الدولة في كل مكان وليس فقط في المناطق التي هي تحت سيطرتها الشكلية؟ هذه كلها تحديات. لا أعتقد بأن هذه الحكومة من تجربتنا معها من أدائها الهزيل قادرة على أن تستفيد من هذه الفرصة، وهي فرصة وقتية يعني سينتهي مفعولها عما قريب. طيب أستاذ عبد الناصر، فيما يخص هذه المطالبات بالنسبة لك، هناك تصريحات وإشارة إيجابية ربما على لسان بن دغر أو الرئيس هادي أنهم سيحلوا المشاكل المالية، توفير رواتب، السيولة وما إلى ذلك، تتحدث عن أجندة خفية ربما تقلل من أي نية جادة للحكومة. نحن ما نشهده وما نلحظه من تصريحات لهم تأكيد دائم على استعادة الدولة، على استمرار النضال من أجل إسقاط هذا الانقلاب، عن أي أجندات خفية ماذا تقصد؟ يعني الأجندة الخفية لدى هادي وجزء من الطبقة الجنوب السياسية الموجودة في السلطة والذي هي أيضا الآن تحكم عدن وتحكم المناطق الجنوبية، لديها أجندات واضحة بالانفصال وتعزيز موقع الجنوب والاهتمام بالجنوب. في نفس الوقت لدى هذه جزء من هذه الأطراف لديها رغبة بأن يبقى الشمال مشتعلا وبأن تبقى الحرب في حالة استنزاف للشمال، استنزاف سياسي، استنزاف اجتماعي. يعني يبقى حرب مثل تعز هو استنزاف
للشمال، هكذا يرى لها الانفصاليون، بأنها تخلق حالة من الشرخ في الشمال بين مطلع ومنزل شافعي زيدي، وأن هذه وفقا لبعض الانفصاليين هذه فرصة أن يبقى الشمال لتقسيم الشمال وإضعاف الشمال وفق ما يرون بأنه سيسهل عملية الانفصال. هذه الأجندة تتعارض مع الهدف الرئيسي للتدخل السعودي وتدخل دول التحالف الذي هو إضعاف الحوثيين وجعل وإضعاف دور إيران، وهذا هو الهدف الرئيسي الذي دخلت من أجله السعودية، إضعاف إيران وإضعاف وكيلها الحوثي. بينما الأجندة الانفصالية وأجندة بعض المسؤولين الجنوبيين في السلطة هو تقوية أو عدم هزيمة الحوثي، لأنهم يخشون بأن من سينتصر على الحوثي هي قوة مشروعها اليمن الواحد. هم يرون في الحوثي بأنه هدفه الأساسي وأجندته سقفها اليمن الشمالي، وبالتالي هم يرون بأن الأفضل أن يبقى الشمال ممثلا له، الحوثي ممثل للشمال وليس الإصلاح أو المؤتمر الشعبي الذي يرون بأنها قوة أجندتها الجمهورية اليمنية، وبالتالي هم يخشون من هذه القوة. بينما الحوثي رغم أنهم رسميا وعلنيا في حالة حرب مع الحوثي، ولكن واقعيا وعمليا ليس من بداية الحرب وحتى من قبل الحرب، يعني احنا نعرف التاريخ القريب كيف سقطت عمران وكيف سقطت صنعاء، سقطت ضمن هذه الأجندة. التعامل مع الحوثي لم يتعاملوا مع الحوثي كخطر، خطر على الدولة اليمنية، وظلوا يتعاملوا مع الحوثي بأنه عامل موازي، عامل موازن لقوى معينة في الشمال تحديدا. طيب استاذ عبد الناصر، الأجندات الخفية التي طيب هذا واضح، وربما أنت رجعت إلى شيء من الماضي في استنادك لتحليلك لخلفية رؤيتك لدور الحكومة وتعاملها وأجندتها حاليا. أستاذ عبد الله إسماعيل، بالنسبة لمصير خطة ولد الشيخ كيري، كيف تنظر لمصيرها بعد هذه الخطوة؟ يعني في البداية دعني أخالف ضيفك الكريم في تقييمه لأداء الحكومة. نحن عندما نقيم أداء الحكومة نقيم أداء الحكومة من منطلق مختلف قليلا، وهو أنه هنالك أداء هو ذات طابع عام لأداء الحكومة. حتى فيما قبل سقوط العاصمة صنعاء هنالك تباطؤ في اتخاذ القرارات، هنالك حسابات مختلفة لضغوط دولية وضغوط إقليمية، هنالك تدخلات في إرادات مختلفة في موضوع وخاصة في موضوع الحسم العسكري. أنا في تصوري أن الحكومة الشرعية الآن بإمكانها أن تحقق انتصار واختراق عسكري، وخاصة وعلى الأقل في تعز وفي أجزاء من صعدة وفي الجوف وفي صرواح وفي مناطق أخرى كرش ومكيرات. أنا أتصور أن لديها القدرة على هذا الاختراق العسكري، لكن نحتاج إلى قرارات حقيقية وإلى حزم وعزم في أنه يتم يعني عمل ذلك. نحن نسمع اليوم وبالأمس عن تحركات في هذا الاتجاه، نتمنى أن يعني أن تتم وأن تكون حقيقية وأن تخرج الحكومة من إطار يعني إطار التصريحات وإطار عدم الفاعلية والسلبية إلى الإيجابية. طيب هذه السلبية ربما في مواقف وتعاطي الحكومة أنتجت الرؤية الحالية للحل، خطة كيري وولد الشيخ. مصير هذه الخطة بعد هذه الخطوة من قبل تحالف الانقلاب؟ يا أخي هذه الخطة بكل اختصار غير قابلة للتنفيذ ولا للتحقيق ولا للموافقة. حتى لو أرادت الحكومة الشرعية، وهذا أمر مستبعد كبيرا كثيرا، أن توافق على هذه الرؤية، ستفقد كثير من أوراقها، ليس فقط الداخلية. نريد أن نؤكد على أنه ليس هنالك حتى الآن موافقة حتى من دول التحالف على خطة كيري. هنالك ترك لهذا الأمر لأن تتخذ فيها الحكومة الشرعية موقفا، لكن موقف المحيط والتحالف والمحيط الخليجي واضح بأنه لا يمكن أن يسمح ببقاء الحوثيين بذات شوكة في داخل اليمن كشوكة وخنجر في خاصرة الخليج. هذا أمر أعتقد أنه مؤكد. هذه الورقة، هذه الرؤية يعني غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة حتى للموافقة من قبل الحكومة حتى لو أرادت أن توافق عليها. هنالك عوامل داخلية لا يمكن أن
أن تسمح بتمرير هذه الورقة. هذه الورقة كارثة بكل ما تعني الكلمة من معنى. والحكومة الأمريكية يعني وصلها هذا الأمر يعني، أو على الأقل استوعبت على أن هنالك صعوبة في أن تحقق هذه الرؤية أي استقرار في المنطقة أو في اليمن. القضية يعني، ولهذا أعلنت بوضوح أنه هذه الرؤية رؤية كيري قابلة للتعديل فيما لا يخص المواضيع الأمنية والترتيبات الأمنية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله إسماعيل. هذه الرؤية ليس لها مستقبل، لن توافق عليها الحكومة، سيجري عليها تعديلات بالتأكيد، لكن الأهم من هذا أنه بعد هذه الخطوة، هذه الخطوة تعطي للحكومة مبررا أخلاقيا واضحا أمام العالم جميعا أنكم تتعاملون مع عصابات لا تهتم بالضغوط الدولية، لا تراعي المجتمع الدولي، لا تراعي خطوط السلام، هي معنية فقط بالتصعيد الداخلي والخارجي، وعليه فإن الحكومة الشرعية يجب أن تقوم بواجبها. شكرا لك، شكرا لك أستاذ عبد الله، واعذرني على المقاطعة. ستكون كارثة. شكرا جزيلا لك عبد الله اسماعيل كاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من القاهرة. أختم مع الأستاذ عبد الناصر المودع من الأردن. أستاذ عبد الناصر، التبعات المحتملة لهذه الخطوة التصعيدية على المسارين السياسي والعسكري. يعني على المسار السياسي يحدث جمود بعد أن كان اعتقد البعض بأن خارطة ولد الشيخ ربما يتم تحريكها، هذه الخطوة من جانب الحوثي صالح ستجمد هذه الخطة، على الأقل تجمدها، قل لا تلغيها، ربما تجمدها. نحن الآن أيضا في مرحلة انتقالية على مستوى أولا الأمين عام، هناك أمين عام مغادر وأمين عام قادم، ربما الأمين العام القادم يكون لديه منهج غير منهج بان كي مون، ربما يتم تغيير ولد الشيخ، أو ربما يحدث تغيير في آلية عمله. هذا من ناحية الأمم المتحدة، هناك حكومة أمريكية قادمة وحكومة أمريكية مغادرة، ففي هذا الوضع كله يبدو أن الجمود السياسي سيكون هو سيد الموقف. على المستوى العسكري أيضا لا أشعر بأن هناك تحضيرات جدية لعمليات عسكرية كبيرة. ما يحدث هو أحيانا يتم حشد قوات لإحداث تغييرات تكتيكية وليس تغييرات استراتيجية كما يحدث في أكثر من منطقة، وأحيانا هذه التغييرات التكتيكية غالبا ما يتم خسارتها بعد فترة، أو أن الطرف الثاني يستعيد جزء من الخسائر الذي يخسرها، وبالتالي ليس هناك ما يمكن أن نقول بأنه استعدادات حقيقية لعمليات عسكرية كبيرة. العمليات العسكرية الكبيرة أخي العزيز تحتاج إلى قوة ضخمة مدربة، تحتاج إلى قيادة عسكرية واضحة. هناك نية الآن، الأخبار تتحدث عن لقاءات للرئيس هادي بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة، تعزيزات وصلت إلى عدن. لا أعتقد هذه التعزيزات التي وصلت إلى عدن كانت كما اتضح لاحقا بأنها حالة من حالات تبديل القوات الدول التحالف روتينية، فقط قوة تدخل لتحل محل قوة ترحل وهكذا. أي عملية عسكرية في ظروف جغرافية زي اليمن لا يمكنها أن تحسمها عشرات الدبابات ولا لواء ولا لواءين، تعرف أنت طبيعة الجبال. أوكي، وهو موضوع شاكل، ربما يحتاج حلقات أخرى لمناقشته. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر، لا يمكن حديث عنه الآن. شكرا لكم. شكرا لك أستاذ عبد الناصر مودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان في الأردن، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من القاهرة أستاذ عبد الله إسماعيل. في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة ماهر أبو المجد، في أمان الله.